بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ نتكلم النهاردة على الصبار اللي هو الصيدم. صبار الصيدم طبعا ليه أشكال عندنا مختلفة، كل ده يعني نوع عندنا من اللي هو الصيدم. طبعا في أكتر من نوع والأشكال بتاعته عندنا بتكون مختلفة. طبعا الصيدم ده من الصبارات أو العصاريات. طبعا احنا عارفين الصبارات أو العصاريات عندنا من هي النباتات اللي بتستحمل عندنا نقص المية وارتفاع درجة الحرارة. بس هنلاقي بعض النباتات هنا بتكون الورقة بتاعتها بتكون لونها أحمر كده زي ما احنا شايفين، ده نتيجة اللي هي بتبقى اتحطت في الشمس لفترة أو تعرضت للشمس، فبالتالي اللون بتاع الورقة عندنا بيتحول للون الأحمر. طبعا النبات منه أنواع كتير وأشكال كتير، نبات جميل جدا بيتحمل معانا الظروف المصرية وبيتحمل برضك ارتفاع درجة الحرارة. شكرا.